إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. الخلاص في الإخلاص. من أراد النجاة فعليه بالإخلاص، فالإخلاص طريق النجاة. دلت على الإخلاص آيات وأحاديث، منها ما قال ربنا في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإنسان في هذه الحياة وهو يعمل للدنيا من أجل عمارتها، وعمارة الدنيا مقصد شرعي لتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. تنتشر همم الناس من أجل عمارة الحياة، فكل ميسر لما خلق له، ولا يصح نقلا ولا عقلا أن نختزل العمارات في مجال محدد، بل تنصرف الهمم إلى العلوم والمعارف بجميع شعابها، إلى الأعمال الصالحات من صناعات وأعمال خيرية وخدمة للمجتمع ورعاية للفقراء واليتامى والمساكين والأضاحي. ونحن نستقبل بعد أيام قليلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، حيث أمرنا في أحاديث تترى بالاجتهاد في هذه الأيام المباركات بالأعمال الخيرية المختلفة، وبالصيام من اليوم الأول إلى غاية اليوم التاسع وهو يوم عرفات، حيث يغفر الله عز وجل للصائم في ذلك اليوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن الله يغفر عامين كاملين، السنة الماضية والسنة القادمة. هذا استثمار عظيم، استثمار جميل جليل، يحقق الإنسان خيراً كثيراً بصيام يوم واحد يترصده، ومن كانت له همة عالية يجتهد في صيام الأيام التي تسبق يوم عرفات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن ربنا عز وجل أمرنا بعمارة الأرض، رغم أن حياتنا قصيرة، بل هي قصيرة ولو طالت، وقد قال أحد الحكماء: الحياة أقصر من أن نقصرها. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة
والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم فيك والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. الإخلاص سر النجاح، الإخلاص طريق النجاة، الخلاص في الإخلاص. أعمالنا إذا انصرفت إلى دار الدنيا منها نحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، ومن جهة أخرى ننال الأجر الوفير، لأن الله عز وجل وعدنا ووعده الحق أن كل عمل يقوم به الإنسان لوجه الله تعالى ينال به أجراً، بدليل الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنية هي أصل الإخلاص، والنية تفيد الجزم والحزم والتمييز وتخليد الأثر. هذه بعض مقاصد النية. النية تفيد التمييز. ما المراد بذلك؟ بالنية نميز بين العبادات والمعاملات، بالنية نميز بين الطاعات، بين الطاعات. قد يصوم ثلاثة من الناس يوما واحدا، أحدهم صام ذلك اليوم كفارة يمين، والآخر صام ذلك اليوم وفاء بالنذر، والآخر قضاء ليوم أفطر فيه لعذر في رمضان. إذن ما الذي يميز بين هذه الطاعات؟ هي النيات. وكذلك الصلوات، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، ما الذي يميز بينهما؟ النية، وهي النية تميز بين الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. وكذلك هذه النية من مقاصدها الحزم والجزم. إذن الإنسان يجزم، يملك نية. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا عزمت الآية: وإذا عزمت فتوكل على الله. إذن تفيد هذا العزم وهذا الجزم، وكذلك تفيد تقليد الأثر. لأن الذي يقوم بأعمال صالحة في هذه الحياة سيخلد أثره ويخلد ذكره ويذكر من قبل الصالحين والصالحات، كما نذكر نحن الآن آثار الصالحين وأفضالهم. ربنا عز وجل قدر للصلاح الخلود، قدر للصلاح وللمصلحين الخلود، ويعلمنا ذلك في أي القرآن. مثلا في سورة الحشر حينما ذكر المهاجرين والأنصار: هؤلاء الذين جاهدوا حق الجهاد، الذين قدموا أرواحهم خالصة لله سبحانه وتعالى، مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا نصر؟ ألا إن نصر الله قريب. فخلد الله أثر المهاجرين في الآية 8 من سورة الحشر، وقال في آخر الآية: أولئك هم الصادقون. ثم خلد آثار وأفضال الأنصار في الآية التالية، وهي الآية 9، ذكر بعضا من خصالهم يحبون من هاجر إليهم، وهم الذين استقبلوا الرسول واستقبلوا المهاجرين بالمدينة المنورة وهم الأنصار. وذكر أيضا الله عز وجل خصلة من خصالهم، وهي الإيثار: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم تأتي الآية 10 لتعلمنا كي لا ننسى فضل السابقين،
فقال ربنا عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن الله عز وجل يخلد الأثر بهذه النيات الخالصات، بهذه الأعمال الصالحات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الشفاء لجميع المرضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم نصر مؤزرة يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.